السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم غادي نوري لكم هذا المشروع اللي راه داير ضجه، مشروع جديد للنزهه او يعني للرحلات، ولا تروحيها كنزهه للغابه ولا الحديقه ولا للبحر، غادي تخدميه وديري تعتمدي عليه كمشروع. ما وريتش الطريقه بالتفصيل، برك غادي غير نشرح لكم. هذه قاعده كما راكم تشوفوها بالحصيره تاعها او بالطابي تاعها، قماش تاع هذاك الباش اللي يتباع بالمترا. خدمت لها زوج وسايد، هادو وسايد خدمتهم بالبونج وعمرتهم الداخل بلاوط وغلفتهم بعبد الرعوف، ومن بعد زدت لهم هذاك القماش اللي من الفوق لكم تشوفوا فيه الشكل تاعك شغل الصحراء تاع النخل. خدمت هذه القفه، قفه عادي شريت قفه تاع بلاستيك وغلفتها من الفوق ثاني بهذا القماش، وزدت لها ثاني هذا التجفيفات وغلفتها من التحت ثاني، درت لها هاد الديكور تاع الورده يعني كي تروحي هكا للغابه ولا يعني منظر طبيعي. درت شويه دخلت فيها غالون قبائلي من الداخل كما راكم تشوفوا، وفي الخارج هذه السله غلفتها. زدت ثاني هذه تحطي فيها القهوه، تحطي فيها التيرمو ولا الكيسان ولا المهم صباح اللي تديهم الماكله تحطيهم الداخل فيها. وثاني درت هاد السله اللي فيها اليدين اللي فيها البلاع، هذه صغيره، هذه حجم صغير، غلفتها كامله كاع كيما راهي، تبغي تغلفيها تبغي ما تغلفيهاش. برك انا غادي نعطيكم غير افكار. غلفت لها اليدين من تحت لها القاعده الحواف، ثاني جبتها زرقاء كيما السله الاخرى، وغلفت لها كلش كيما راكم تشوفوا على حساب القماش اللي عندي. اليدين درتهم بالمارون، هي شريتها يدين تاعها فيغ، انا زدت لهم المارون ما بغيتهاش بالفيغ. وهنايا شريت هاد الاواني اللي راكم تشوفوا فيهم، هادو 6 كيسان مع الطاس تاعهم ب 20000 ميل، هادو تاع بلاستيك اللي راكم تشوفوا فيهم، ميم الكاليتي تاع بلاستيك تاعهم شابه. هادو لي بلاي يديروا 10000 لواحد 10000، الواحد تحطي فيهم هكا رومبور الاخرين دي ساندويتش اللي تديهم ولا. وهادو ثاني سلات دير 8000 لوحده، ثاني كاليتي شابه في الحق، ماشي كيما بلاستيك داك المعاود يعني شباب. وشريت زوج كل حاجه، شريت منها زوج قلت لكم يدير 8000 لواحد، تحطي فيهم ديسير ولا الخبز ولا كرواسون ولا شما تدي معاك عفوا. وهذه خدمتها ماما في حق، هذه القفه هذه تحطي فيها اما المطلع ولا الخبز ولا تحطي فيها هذا البورتمونجي كما راكم تشوفوها عندي، كل اللي فيها الداخل كل واحد وحده، ولا تحطي فيها المطلع الداخل ولا الخبز وتبلي عليه بهذاك الكوردون تجبديه. هذه فيها الداخل كل واحد وحده، دخلتها الداخل وبلعت عليها باش ما تبانش. وتاني الوسادة والطابي تاني خيطتهم ماما، هي تخيط وانا نغلف ونخدم هذوك الصوالح اللي شفتوهم. وبلا هذاك تاع اللوح تاني تحطي فيه كش حاجه، وهكا كيفاش شوفوا كيفاش لميتهم ما غاديش يبانو. خدرت الداخل هنا تحطي لي بورتمونجي وماكلتك اللي خدمتيها، وهذه كما شفتوها تاع الخبز ولا، والقفه تحطي فيها الاواني تاعك. ان شاء الله تكون عجبتكم، الى اللقاء فيديو اخر.